في رزق مستقبلي بإذن الله. الوقفة في المسرح اليوم ما توقعت أنها تكون بهالصعوبة، وأنها حتى لدرجة أنها ممكن تخليني ما أعرف أتكلم في نهاية الأمر، لكن لقوله أقول لح الله الفراق ولا رعاه، فكم قد شق قلبي بالنبال، وقاتل كل جبار عنيد ويقتلني الفراق بلا قتال. الله سلامتك. سلمت.